اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بنرحب بابطال افريقيا لريشه الطائره، بنرحب بجنى هشام. اهلا بيك يا جنى. ازي حضرتك؟ منوره قناه النادي الاهلي. شكرا. انت لابسه احمر يعني عشان جايه قناه الاهلي. الف مبروك ومنورانا. شكرا. الله يبارك فيك. بنرحب باحمد صلاح نجم افريقيا طبعا. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك. منور قناه النادي الاهلي. منوره بحضرتك والله. طيب ابتدي معاك يا احمد، يعني قصه البطوله، اشتركنا ازاي، رحله الاعداد، يعني كلمني باختصار كده عن البطوله من كل الجوانب. والله هو احنا الحمد لله يعني البطوله كانت جايه بس في وقت بعد الكورونا. لان احنا كان اخر بطوله لافريقيا لعبناها كانت في اول 2020 كانت عندنا في مصر، وللاسف ما حالفناش الحظ ان احنا نكسب البطوله وجبنا ثالث. يعني اتعملت 2020 في بدايه الكورونا خالص، كانت في شهر يناير، شهر 2 شهر فبراير في مصر. ده كان احنا الكورونا اللوك داون حصل في شهر 3 شهر مارس بالظبط. فانتوا كنتوا طالعين اعداد كويس وما كسبناش للاسف. مين اللي كسب؟ كنا في مصر، كانت الجزائر. الجزائر. فقعدنا اللوك داون كان فتره طويله، وبعد كده جت الاولمبيكس بعد ما اتاجلت كذا فتره، وجينا على البطوله دي كانت المفروض شهر 4. بعد كده برضو كان في شويه يعني ريسك ان هي تتلعب في الوقت ده، بعد كده قرروا ان هي خلاص ان شاء الله تبقى في شهر 10. من اول ما عرفنا الوقت بتاعها ابتدينا الاعداد. المكان هو نفس المكان ولا اتغيرت؟ لا اتغير، اللي كانت في جنوب افريقيا في شهر 4 بالظبط اتغيرت، بقت في اوغندا في شهر 10. اول ما عرفنا خلاص الوقت بتاعها ابتدينا بقى، كان عندنا اعداد الفتره كويسه قبليها، وكان عندنا بطوله عالم الفرق كنا تاهلنا لها في الفتره التوقف دي اللي كانت في بانكوك. كانت في فنلندا. فنلندا ناس. ده كان الميكس تيم اللي هو الفريق المختلط بتاعنا اللي هو نفس البطوله دي الزوجيه. بعديها على طول كان في بطوله عالم لمنتخب البنات بس في الدنمارك. دنمارك. فكانت برضو احتكاك قوي ليهم قبل البطوله. ورجعوا منها قعدنا حوالي 4 أيام في مصر، وروحنا بقى على اوغندا. اوغندا كانت يعني الحمد لله الحمد لله البطوله كانت صعبه، بس احنا كنا رايحين مستعدين وعندنا استعداد ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله مش هنرجع من غيرها، لان احنا كان بقالنا فتره كبيره ما خدناش، يمكن من 2017 البطوله غايبه عننا. تاريخنا يعني كله كان بطولتين، هي دي الثانيه. دي الثانيه، اول واحده كانت 2017. يعني قصدي اقول لك مالناش تاريخ عريض، يعني انتوا بتعملوا التاريخ دلوقتي في الانديفيديوال. انما بطوله الفرق كانت يعني كانت صعبه علينا شويه. فالحمد لله كنا ان احنا يعني ربنا يكرمنا في البطوله وناخدها للمره الثانيه، وعلى حساب منتخب الجزائر اللي هو خد اخر بطوله افريقيا عندنا في مصر. فكانت الوضع كان صعب بس الحمد لله. وانت ككابتن الفريق طبعا اكيد احساس رائع يعني. لا طبعا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا، كانت الفرحه ما تتوصفش لينا كلنا يعني الحمد لله. طب جانا اجي لك برده نفس الكلام، انت عملت ايه، استعديت ازاي، رحت البطوله، يعني كلميني زي احمد كده عن الملابسات بتاع استعديت ازاي، كنت بتلعبي هل في بطوله العالم اللي في فنلندا دي، سوري في الدنمارك، يعني كلمينا ازاي استعديت البطوله دي. انا دي اول بطوله ليا مع منتخب الكبار، فكانت بالنسبة لي يعني رايحة أخد خبرات أكتر، يعني مستوى مختلف عن الصغيرين. فأنا دخلت منتخب الصغيرين وأنا 12 سنة تقريبا، بس دي أول بطولة ليا مع منتخب الكبار. فبس انت عندك 17 سنة جا. طيب قولي لي ايه اللي شفتيه مختلف، يعني فرق الناشئين بيبقى الموضع مختلف، اكيد كنت تسمع عن الجزائر، تسمع عن جنوب افريقيا، تسمع عن الفرق اللي ليها تاريخ كبير في اللعبة دي، ايه اللي شفتيه مختلف في البطولة دي، ايه اللي انت تعلمتيه؟ يعني احنا انا منتخب تحت 19 سنة، ورحت بطولة افريقيا كان قبلها بشهر على طول، كنا في بنين وخدنا فضة، خدنا تاني، بس طبعا مستويات مختلفة تماما من تحت 19 لمنتخب الكبار. يعني كان بالنسبة لي برضو يعني اكسبيرينس مختلفة، بتفرج على مستويات، بتعلم يعني الناس تلعب ازاي، بشوف مستويات مختلفة عن اللي بشوفها في تحت 19 عامة. طب خلينا احنا عملنا تقرير عن طبعا انجاز المنتخب وعن بطولة افريقيا، خلينا نشوف التقرير ده لحضراتكم ده. نجح المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة في فرض هيمنته على بطولة إفريقيا التي أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 21 وحتى 28 من أكتوبر الماضي، بعد حصد اللقب القاري عقب الحصول على 7 ميداليات. وحصد الفراعنة 7 ميداليات في البطولة القارية بواقع ذهبيتين و4 فضيات وبرونزية واحدة. وحصل أبناء النيل على ذهبية الفرق بعد الفوز في النهائي على منتخب الجزائر بنتيجة 3-1. كما توج أدهم حاتم بذهبية منافسات الفردي على حساب زميله أحمد صلاح.
فيما حققت ضحى هاني فضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام بطلة جنوب إفريقيا، فيما حقق زوج الرجال أحمد صلاح وعبد الرحمن عبد الحكيم الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام زوج الجزائر، وهو ما تكرر مع الزوج المختلط المكون من أدم حاتم وضحى هاني بعد الخسارة أمام زوج الجزائر أيضا، فيما كانت الفضية الرابعة عن طريق أحمد صلاح والذي خسر أمام زميله أدم حاتم في منافسات الفردي. أما البرونزية الوحيدة فكانت من نصيب محمد مصطفى كامل في منافسات الفردي. وتضم قائمة الفراعنة 8 لاعبين هم أحمد صلاح، أدهم حاتم الجمال، عبد الرحمن عبد الحكيم، محمد مصطفى كامل، ضحى هاني، نور يسري، جنى أشرف، جنى هشام، تحت القيادة الفنية للمدير الفني مصطفى كامل. وقدم منتخبنا الوطني أداء رائع خلال البطولة، واستطاعوا التغلب على منتخبات كبيرة وعريقة مثل منتخبي الجزائر وجنوب إفريقيا، ونجحت الريشة الطائرة في جذب أنظار المتابعين للرياضة المصرية خلال الفترة الماضية بفضل النجاحات التي تحققت مؤخرة، والتي كان آخرها صعود 3 لاعبين للأولمبياد للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، وهو ما تحقق في أولمبياد طوكيو 2020. كاس افريقيا اللي احنا شفناه ما جنبي اهو في الاستوديو اهو موجود، ويعني ما شاء الله حجمه كبير جدا. طب يعني نقول لساده مشاهدين الكوش دي يا ابو حميد، هم دول الثاني فردي بتاعي والثاني زوج رجال، والكاس الكبير ده التيم ايفنت اللي هو ذهب الفرق. ده انتوا شايلينه ورا بقى وفرحانين بيه قوي في الريبورت ده، يعني بصراحه حاجه ما شاء الله ضخمه جدا. يعني ده ولا كاس اوروبا بتاع كره القدم، حاجه كبيره جدا. الحمد لله هو يعني ربنا كرمنا فعلا ان هو يعني اول بطوله افريقيا يتعمل فيها حجم الكوس دي، ويعني كل ايفنت كان فيه كاس للاول والثاني والثالث. حتى الزوجي متعارف عليه ان الزوجي بياخد كاس واحد، صحيح؟ لا، هم كانوا يعني عاملين يعني حسابهم ان الاثنين الزوجي كل واحد ياخد كاس، فكان في كميه كؤوس مش طبيعيه. ده على حظنا عشان نرجع بيها كلها بالظبط فعلا. وده اللي حصل فعلا، احنا خدنا المعظم وخدنا الدرع العام اللي هو اكتر فريق واخد ميداليات. احنا الحمد لله واخدين 2 ذهب، 4 فضه، واحده برونز، 7. فخدنا الدرع العام. هو مش عايز اقول لحضرتك ان هو كان كاس اكبر من الكاس ده. طب ما جبتوش ليه يا ابو حميد؟ ما للاسف ده لازم يروح الاتحاد، ده لازم يروح الاتحاد الاول. لا طب الميداليات دي معلش، برضو في ميداليات معانا على الترابيزه، دي ذهب، دي الذهب بتاعت الفرق، والفضه بتاعت السنجل رجال والزوجي رجال، والذهب طبعا بتاع الجيش. معلش بقى نوري الذهب كده، معلش نوريه للساده المشاهدين، خلينا بس ايه اشوفها بس. ده دي ذهب بجد يا جماعه دي ولا ايه؟ بس شكلها كنا نتمنى الحقيقه. طب انا اوريها لكم، بصوا يا جماعه يعني لو انتوا كده مش عارف بقى كده الاضاءه هتبينها. ايوه بص انا بظبطها في الاضاءه. ايوه دي بقى دي وشها. بس اوغندا ميدالياتها برضو ده الديزاين بتاع الاتحاد الافريقي، يعني يمكن الافريقي هو اللي عملها. بالظبط، الاتحاد الافريقي هو اللي عامل الديزاين بتاعت الميداليات. بس اوغندا هم اللي جايبيني كاسات. اوغندا هي اللي عامله الحاجه دي. لا شكلها بالزبط. شكلها فخيم قوي، هي شكلها تشيك يعني بصراحه. بص حلو، بص مكتوب اول افريكا بالظبط. طبعا. ودي تقريبا المضرب. لا دي الريشه. الريشه. طب خليكم بس ثانيه واحده معايا، الظهر ده خليك انت اللي هجيب بهرها. انت دي قلبت خزينه، ورينا الناس الميداليات ده افريقيا بتاع الاتحاد الافريقي. ولو تاخد بالك يعني هي يعني الميداليه الذهب جايه من مصر اهي، يعني ده اللوجو بتاع الاتحاد الافريقي على الفيسبوك. اصلا يعني ده بيج بتاعهم وده اللوجو بتاعهم. ما انا بقول لك الريشه، ان الريشه جايه في مصر فعلا. انا علقت التعليق. ايوه الريشه جايه في مصر مش هزار. احنا مش اهو تاني الحمد لله. ده على فكره صدفه، بس ده يعني مصر دايما قبله الذهب وقبله كل شيء جميل والله العظيم البلد دي. طيب دي 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 دي, دي الميداليه خليها، وفي زيها بقى فضه. قول لنا بقى دي بقى يعني الفضه دي احنا قلنا دي الذهب الفرق بتاعه الفرق، ودي الفضه بتاعه فرد الرجال والزوج الرجال. زوج الرجال. طب قولي لي يا جنى، انت بتلعبي ايه؟ بتلعبي فردي وزوجي صح؟ بتلعبي مختلط ولا لا؟ المفروض كنت بلعب مختلط، بس البطوله دي ما لعبتش. بس في الناشئين كنت بتلعبي. انتوا عندكم 3 نشاطات لو احمد بالزبط. يصلح لي بقى، عندكم فردي رجال وسيدات، وعندكم زوجي رجال وسيدات، وبعد كده مختلط. زوجي مختلط زي بيبقى ولد وبنت، زي برضو التنس مثلا. التنس بيبقى كده، التنس بيبقى فيه نفس الكلام. طيب قولي لي انت جيل طلع على مكسب، يعني حضرت 2017 مكسب، 2021 مكسب اهو.
فطموحاتك ايه؟ هل بصه ان انت ليه لا هناخد ميداليه في الاولمبياد؟ يعني بتحلمي الحلم ده ولا لا؟ انا كان ليا تاهيل جونيور اولمبيكس السنه اللي فاتت بس اتلغت عشان كورونا. بس دي كانت اكتر حاجه كنت متحمسه لها الصراحه، يعني بالنسبه لي اكيد حاجه حلوه جدا اني اروح جونيور اولمبيكس، يعني ليه لا. كانت في السنغال للاسف، كانت في السنغال 2022 وبعد كده اترحلت بقى 2026. مش عارف بقى في السنغال برضو ولا فين. هكون انا خلاص بقى كبرت ما بقتش جونيور خلاص. مش مشكله، عندك باريس 24 او لوس انجلوس 28. يعني عندك، لا ليه نلعب على باريس 24؟ الدنيا قريبه جدا، فانت لازم يبقى عندك الهدف ده. انت في مدرسه ولا في جامعه؟ مدرسه. لسه عندك لسه ثالثه ثانوي صح؟ انا ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي لسه قدامك سنتين وبعد كده تخشي بقى مع لسه صغيره، لسه ان شاء الله المستقبل عندك كبير. بتهيالي انت يا ابو حميد يعني تاريخ طويل مع المنتخب، يعني انت كابتن المنتخب اكيد، طالما يبقى في عدد سنين طويل. بدات انت المنتخب خش. انا كان اول بطوله ليا مع المنتخب كانت 2005. ما شاء الله. كنت مصعد ولا كنت اصغر لاعب في بطوله افريقيا ناشئين تحت 19 زي جوجو كده. انما لعبت 19. طب ما جتش ليه؟ كنت تيجي عندنا في كوره؟ كان لسه بقى. دي كان اول بطوله ليا مع المنتخب، والحمد لله من يعني من 2005 لحد دلوقتي بقى كنت منتخب ناشئين لحد 2008 ما شاء الله. و2008 كنا تصعدنا لكاس عالم بعد فوزنا ببطوله افريقيا للناشئين، ورحنا كاس عالم، كان اول كاس عالم نصعد له كنا في الهند. وبعديها بقى من اول 2008 2009 كل ده منتخب كبير الحمد لله. طب احمد عايز اسالك سؤال، يعني انت مريت باجيال كتير والحمد لله انت في بطولتين افريقيا دخلوا على ايدك، يعني انت بتلعب ده غير بقى الارقام الفرديه بالظبط. انا هتكلم عن احنا ناقصنا ايه عشان انا مش هقول ان احنا ناخد ميداليه، مش هاجي من البعيد واجي اقول ميداليه. انا عايز بس ان انا كل سنه بقيت موجود في الاولمبياد، كل الاولمبياد ان انا الرانك بتاعي يتحسن كل شويه، ناقصنا تمام. طيب احنا مبدئيا الحمد لله احنا في كاولمبياد كاشتراك احنا كنا موجودين في بكين 2008، لندن 2012، للاسف وقع تريو 2016 على اخر جزء في التاهيل، يمكن مش عايز اقول اخر جزء، هي اخر اسبوع في التاهيل وحاجه يعني بسيطه جدا لان نظام التاهيل اتغير. والحمد لله رجعنا 2020 كنا موجودين بثلاث لعيبه، وسبق اول مره يحصل ان لاعيبه في العالم تتأهل في الثلاث مسابقات مختلفة. لا دوحة يعني. لا دوحة. قول لي بقى عملت ايه تاني؟ تأهلت فردي سيدات، زوج سيدات هي وهادية حسني. زوج مختلط هي وأدهم حاتم. ما شاء الله لعبت في الثلاثة. في الثلاث ايفنتات. ده أول لعيبة في تاريخ. بالظبط. فقلت يعني في تاريخ اللعبة تتأهل في الثلاث ايفنتات. ما شاء الله. للأسف حصل يعني لأن الناس ما تعرفش اللعبة شوية، لا عارفين ظروف التأهيل ولا عارفين قوانين اللعبة ولا عارفين اي حاجه عن ظروف اللعبه ولا ظروف اللعيبه. للاسف يعني حصل هجوم شديد على دوحة بطريقه مش طبيعيه لان الناس مش فاهمه ان انا اول مره اشترك في اولمبياد. دوحة ده كام سنه؟ دوحة 23 سنه. ما شاء الله لسه صغيره. بالظبط. فان هي تعمل انجاز زي ده وتتحط في ثلاث مسابقات، لا هايل. لا هايل. هل حضرتك متوقع بعد ده ان انا بعمل حاجه جديده لاول مره في التاريخ اروح اجيب ميداليه؟ هل ده يعقل؟ يعني ده طب الصوره دي ايه؟ الصوره دي ده ادهم حاتم وجوجو. الصوره دي كده يا جنى، ها دي فين؟ في افريقيا اللي فاتت. بالظبط. ده اللي هو الزوجي اللي لعب معاك اللي في الزوجي. لا لا ادهم لا ده شويه مصورين بس مصورين مع بعض كل واحد بكاسه وداخل الصوره. انا داخل بكاس انما بس واضح السعاده على وشك. كنتوا فرحانين بالبطوله دي جدا. وابو حميد بقى كابتن الفريق بقى ده الكاس الدرع الاكبر اللي هو اكبر من الكاس ده. ايه ده الكبير اللي معانا ده الصغير. بالظبط. اللي هناك ده الكبير. طب هاتوا يا ابو حميد هاتوا عندنا مكان الاتحاد ده اللي لازم هو موجود في الاتحاد الحلقه الجايه ان شاء الله في افريقيا اللي جايه تجيبه. طب قولي لي يا جنى، يعني برضو يعني اللي حققته دوحه ده واللي لسه احمد بيقوله، طبعا سيبك من الهجوم وكل حاجه، احنا مقدرين ان اللعيب بيتأهل الاولمبياد بيبقى حاجه كويسه جدا، بس برضو يعني شايفه ان دوحه تقدر او مش دوحه احنا نقدر، يعني انا مش طالب ميداليه بس نقدر ناخد خطوه لقدام، نقدر ولا ما نقدرش؟ انت شايف الفرق واسع؟ احنا نقدر بس احنا مش بناخد الدعم كفايه ان احنا نكون يعني. بس انا شايفه برضو ان احنا في الفتره الاخيره دي كان في دعم اكتر يعني واخدنا ستيب كويسه، يعني بقينا نروح بطولات عالم، بقينا نروح اولمبيكس، بقينا موجودين اكتر، اللعبه بدات تتعرف اكتر في البلد، ودي حاجه ما كانتش موجوده يعني. صحيح. من زمان محدش برضو كان يعني دايما حد اول ما اقول ريشه طايره محدش عارف دي ايه، محدش
حتى لما بنرجع بطولات افريقيا حتى محدش عارف يعني ايه الريشه الطايره وكده، فبدات تعرف اكتر، ودي حاجه لما رجعت المدرسه يعني. صحابك عمل ايه بقى؟ لا قولي لي عشان انا عارف الاحساس ده. خلاص بطلت افريقيا بقى. وانت بقى طبعا اتنكت عليهم طبعا حقك بطلت افريقيا. ويعني انا بامانه يعني حتى في البرنامج مع فريق الاعداد والفريق العمل كله تقريبا كل حلقه لينا خبر معاكم، يعني ليه؟ لان دليل على نشاطكم، في نشاط وفي حركه للاتحاد برغم ان احنا طالعين من كورونا. يعني انت مصدقه من جواك؟ انا ليه بسالك؟ انت 17 سنه، احنا قدامي جيلين، احمد 30 او 31 سنه، جنى 17 سنه، فعندي جيلين. الجيل اللي طالع لازم جواي يتزرع ان انا اقدر، عايز احط مصر قدام. فانا اتبسطت من ردك ان انت بتقولي نقدر، وشايفه ان في دعم الفتره اللي فاتت. طيب الخطوه اللي جايه ليكي ايه يا جنى؟ دي كانت اول بطوله ليا مع منتخب الكوار، فعايزه يبقى اكمل في المنتخب وابدا كمان العب احسن واشوف اكسبيرينس اكتر. وممكن هل في بطوله جايه عايزه تشارك فيها؟ احنا تاهلنا للسودرمان كوب اللي هي بطوله العالم للميكس تيم، فدي حاجه انا متحمسه لها السنه الجايه ان شاء الله. طب هو الاختيار بيتم على اساس ايه؟ انتوا بتخشوا اكتر من لاعبه ولا معروف مين اللي هيلعبها؟ احنا المنتخب اللي لعب افريقيا هو اللي تاهل لها، فاظن كم بنت كم لاعبه؟ لا اربع بنات بيختاروا منها اللي هيمثل ولا في لا حد؟ لا كلنا كلكم بتروحوا وعلى ضوء يعني انا قصدي اقول ان انتوا الاربعه هتتاهلوا للبطوله دي هتلعبوها؟ احنا الفرقه كلها اولاد وبنات. كلها اولاد، انا قصدي اقول لا يعني على اللاعبات، انتوا الاربعه هتروحوا تلعبوا، ما فيش سيلكشن بيحصل زي منتخبات الكوره او بتاع بنلاقي في ثلاثه مشوا اربعه تاخدوا. لا احنا اللي تاهل هم ان شاء الله. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا مع ابطال افريقيا، هنعرفكم اكتر عن اللعبه ونشاتها وازاي نلعبها وايه الانديه اللي بتلعبها في مصر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، مكملين كلامنا وحوارنا مع ابطال افريقيا ريشه الطائره. احمد انا جيلك في المحليه، انت عشان تخش منتخب لازم تلعب ماتشات ولازم تلعب نشاط محلي. النشاط المحلي شكله ايه؟ عدد الفرق المشاركه ايه؟ بنعرف الناس معلومات ما يعرفوهاش. احنا يمكن الانديه المسجله بتلعب ريشه المسجله في الجمعيه العموميه وليها حق الانتخاب زي ما بيقولوا، يعني هم 9 انديه، الشرطه والجيش والزهور وهليليدو والشمس وهليوبس الشروق، وفي 3 انديه من بني سويف والزهور. 3 انديه ما شاء الله، يبقى كده 9 بالظبط. يمكن المنطقه الوحيده اللي شغاله غير اي نوادي في القاهره او في الجيزه هي بني سويف، ودي كانت حاجه يعني احنا بنحبها جدا. هي يعني غريبه شويه لان يمكن تاني اكبر محافظه للاسكندريه، للاسف التواجد مش موجود قوي يعني. ابتدت تخش منطقه الفيوم، في نادي قارون وفي نادي الفيوم. في بس النشاطات مش كافيه عشان يبقى مسجل في الاتحاد. هو عشان لا هو مسجل يعني اصلا بس يبقى في الجمعيه العموميه بالظبط. هو لازم يشترك في 70% من البطولات المحليه بالظبط كده. انت بتلعب لمين؟ انا حاليا في نادي الزهور. انا كمان الزهور. تمام. طيب قبل كده كنت في نادي اتحاد الشرطه واتنقلت منه 2013. حلو. 9 فرق دول بيلعبوا مع بعض دوري وبيحصل اختيار للمنتخب منها. مش بالظبط، هو المنتخب بيختير من البطولات الفرديه. ممتاز. اللي هي بطوله الجمهوريه عشان عليها اعلى نقط بالظبط. فهو بطوله الجمهوريه بياخد التصنيف، بيكون طبعا مدير فني لكل مرحله سنيه. احنا عندنا بطولات الجمهوريه بتبتدي من 11 سنه. تحت 11 سنه 13 15 17 19 فرست فردي بالظبط، فردي وزوجي وزوجي مختلط. لا انا قصدي اقول ان هو 13 15 يعني مثلا السله 14 16 اه بالظبط مرتبط 13 15 17 19 انت فرد بالظبط كده على حسب قانون الاتحاد الدولي. مش شرط يعني، بس هو البطولات الاتحاد الدولي فيه اللي هو اولمبيات الناشئين مثلا هو اندر 18 تحت 18. انتوا ماشيين حاجه بقى ما اعرفش بقى في بطولات تحت 19 يعني، وفي كده وفي كده فعشان انتوا مختارين ده. ده بالظبط ده الرولز اللي ماشيه في تبع الاتحاد المصري. فكل مدرب للمنتخب بيشوف بطولة الجمهورية للمرحلة السنية اللي هو ماسكها، بيختار منها المراكز الأولانية طبعا، ولو في حد رؤية فنية هو شايف ان هو مثلا لعيب كويس جدا بس السنة دي مثلا كان عنده ظروف وما لعبش، كان عنده ظروف وخبط المصنف الأولاني مثلا في أول ماتش مثلا، فبيحصل له زي سيلكت كده لوحده ويخش يعمل تصفيات مع الأحسن الناس موجود.
برافو. عشان يبقى في تكافؤ للفرص. القاعده تقريبا كام لاعب وكام لاعب اللي هم يعني مش قاعده كلها الارقام دي، القاعده اللي هم بيخشوا المنتخب او قوام المنتخب؟ قوام المنتخب بيبقى من 6 ل 8. 6 ل 8 بس الاساسيين بيبقى 4 4. يعني 6 8 ده اللي بيختاروا في الفيرست سيلكشن او التجميع الاولانيه، وبعد كده اولاد وبنات. طب جانا انت لسه بتلعبي ناشئين، ما انت طبعا 17 سنه يبقى لسه عندك، انا فهمت لسه عندك 17 سنه هتلعبي سنه كمان بتهيالي، وبعد كده طلعت تلعبي 2 3 19، فلسه ما شاء الله عندك 3 سنين لسه الناشئات. ترتيبك او رانكك في الناشئات ماشي ازاي؟ انا بلعب محلي سنه، يعني بيكون سنه بلعب مع 2004 وسنه 2003. ف 2004 دي باخد اول جمهوريه، ومع 2003 بكون ثالث عشان هم اكبر مني. والسنه بتفرق، السنه بتفرق في الفيتنس، بتفرق كتير، ده الشهر بيفرق. طب قولي لي انت اتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك اللي فات؟ يعني طب عرفتي النتيجه؟ شفتي الاجوان؟ ايوه. اتبسطتي بالاجوان؟ انت اهلاويه؟ انا يعني مالكيش في الكوره يعني شويه. طب بس انت اهلاوي طبعا؟ انت اهلاوي؟ طبعا. انا عرفت ان انت كنت بتلعب كوره في الاهلي. انا كنت في ناشئين الاهلي، بس الكلام ده زمان قوي، كانت سنه 98 99. كنت في ناشئين الاهلي وكنت مع كابتن بدر رجب. ايه ده؟ كان جد يعني انت نشأتك في بدايه كره قدم؟ بالظبط. يعني انا اعتقد ان هو اي ولد صغير في الفتره بتاعه التسعينات كان كلنا بنلعب كوره. بس مش انت دخلت ناشئين؟ لا انا كنت بلعب. يعني كنت بلعب فعلا. انا كنت سترايكر، مهاجم يعني. طب انت شفت الماتش اللي فات؟ طبعا استنيته واتفرجت عليه. اتبسطت يعني؟ كنت متوقع النتيجه دي؟ ما كنتش متوقع النتيجه دي في الاول. انا كنت متوقع ان احنا هنكسب، كلنا كنا، وكنت متاكد ان احنا هنكسب، خصوصا بعد خساره الدوري اللي فات. كان الحوافز مختلفه تماما، الفرقه نازله عارفه هي عندها ايه وعندها هدف واضح، خصوصا ان فريق الزمالك فريق تقيل وابتدى اول ماتشين كويسين واتخدع بنتيجه البنك الاهلي، ماتش الاهلي مع البنك الاهلي. وحصل هجوم على سمسماني على الخطه طبعا يعني. فحصل يعني زي يعني كانوا نازلين مش زينا يعني، نازلين مريحين شويه لان هم ضامنين المكسب، وحصل العكس تماما بعد النتيجه الاولانيه، بعد الشوط الاولاني. لا خلاص كل الناس توقعت ان خلاص النتيجه هتفتح، وطبعا يعني كان فيه هتافات لكابتن خالد بيبو يعني. طبعا الست يعني بالذات بعد بعد جون ضربه الجزاء الاخيره بتاعت علي معلول. بيبو طبعا افتكرنا الماتش الكبير ده. لا يعني انت مهندس احمد؟ انا مهندس مدني. شفت بجيبهم انا على طول الكلام والنضاره ولا ايه؟ لا والله لا بجيبهم انا، بجيب التركيبه وتسلسل الاحداث وتسلسل التفكير. مهندس مدني، طب ايه عملت لنفسك كده ليه؟ الهندسه شاقه جدا. لا شاقه جدا الهندسه مدني مع الرياضه، انت بتعمل ايه؟ انت تلاقيك يعني بتنتحر. والله يعني هو اللي عايز يعمل حاجه بيتعب عشان يوصل. سمع بقى ولا انا بتعب؟ فكون ان انا احاول اربط ما بين الاثنين، انا متهيألي ان مفيش رياضي ناجح فاشل دراسيا. برافو عليك. صح. يعني انت بتقول حكم النهارده. الحمد لله. صح. وانت على فكره يعني انا اتكلمنا دردشنا في الفاصل، انت شاطره. بس انت داخله نظام اللي هو التعليم الانجليزي صعب قوي. صح. بس انت ماشيه كويس يعني الحمد لله كويس. اكتر ماده طيب بتتعبك ايه ولا بتاخد منك وقت؟ ماث. الماث بكرهه. انت شكلي كده مش هتخش هندسه. كفايه كانت شكلي فعلا. اللي بيخش هندسه او شايفه بيبقى بيتعب. بيتعب كده. لا بس انت قدها. طيب وايه تاني من المواد اللي بتتعبك؟ انا اخذت السنه اللي فاتت بيولوجي وكيمستري وماث وانجلش وجيرمن. هو الماث بس اللي تعبك؟ ماث كارثه بصراحه. بيبر كام بقى اللي بتتعبك اكتر؟ بيبر 2. بيبر 2 اللي فيها كل الافكار وكل المقصات. خلي بالك برضو يعني زي ما قال احمد او الباشمهندس احمد او الكابتن احمد، اقول بقى زي ما اقول بقى، انه مش هتلاقي حد في الرياضه كويس الا ما يبقى في التعليم كويس. وانت قاعده كده وبتتكلمي معانا في ناشئات صغيرين بيتفرجوا عليه وهياخدوكي مثل اعلى. لا ما تضحكيش، ده حقيقه. يعني هتلاقي دلوقتي اللي عندهم 10 و9 سنين شايفينك عايزين يبقوا زيك، دي حقيقه. طيب انت شايفه ان ممكن التعليم يعطلك عن اللي انت جاي عليه او اللي انت عايزه تخش عليه؟ هي التايم مانجمنت بين الرياضه والدراسه صعب جدا. اداره الوقت دلوقتي. لان بيكون كمان عندي ساعات جلسات علاج طبيعي، لازم اخد بالي بقى من نيوتريشن، التغذيه، الدراسه وامتحانات. طب ايه اللي خلاك في الاصل يا جنى تختاري ريشه الطائره؟ يعني معلش
مش اي يعني لا العاب المضرب دي كنت ممكن تروح سكواش لو بتحب كنت تروح تنس والسكواش عندنا احنا برازيل العالم في السكواش ليه اخترتي ريشه الطايره انا بدات وانا عندي 6 سنين تقريبا وجربت كل اللعب يعني في الاول لعبت سباحه ولعبت باسكت ولعبت لعبت كل حاجه تقريبا في النادي بس اختي استقرت على الريشه اختك يعني كنت ماشي ورا اختك كبيره انا ما اخترتش هي اختي اللي اختارت تفك الاسره مصريه يعني لازم البنتين يروحوا نفس التمرين انا واختي كبيره اختك الكبيره هي استقرت على الريشه فعجبتك عجبتني وكملنا بقى احنا الاثنين وانتوا انت بدات في نادي الزهور عشان هو فيه اللعب بدات في نادي الزهور من وانا 6 سنين لسه طب وبابا وماما ما وحوليش يوجهوكي في لعبه تانية؟ لا هي بابا وماما كان اهم حاجه بالنسبه لهم ان يكون عندي رياضه بس انا طالما في رياضه مش فارقه معاهم ايه يعني يعني ما هم سابوك انت اللي تختاري طيب هروح لابو حميد اللعبه مكلفه جدا شفت بقى انت خدت نفسك دي حقيقه مكلفه جدا وثمن الريشه غالي يعني الريشه مثلا ثمنها كام احنا عندنا نوعين من الريش الريش اللي موجود في المنافسات المحليه ايوه هو ده الريش البلاستيك والريش الموجود في المنافسات الدوليه او البطولات العالميه وده الريش الطبيعي صناعي وطبيعي بالظبط كده الصناعي اللي هو ريش بلاستيك تمام احنا بنستخدمه في البطولات المحليه عشان مش مكلف قوي لان الريش الطبيعي يعني في الماتش احنا ممكن نستخدم يعني ما يتراوح من 10 ل 12 ريشه اللي بيبوظوا بيتكسر يعني بالزبط. الطبيعي انت بتستهلك من 12 ل 14 واحده في في الماتش طيب ممكن اكتر لو الماتش كام الطبيعي لا مش هاخد يمكن ممكن الريشه الواحده توصل ل 70 او 90 جنيه يعني احنا بنتكلم 70 يعني مثلا نقول 5 دولار مثلا 5 دولار يعني انت بتتكلم في الماتش الواحد نقول افريج 12 14 ناخد قول 10 عشان تبقى حسبه سهله تمام يبقى 5 دولار في 10 يعني انت الماتش الواحد 50 دولار تقريبا تمام يعني انت كده ممكن لو لعبت لك يعني قول لا مش 50 ممكن نعمل مثلا 60 دولار لو لعبت لك 5 ماتشات 300 دولار شكرا فعلا يعني شكرا فعلا ده احنا بنتكلم كده الخمس ماتشات تلعبهم في يوم ده في تمرينه ده بس انت طبعا مش هتلعبه بقى احنا كده خراب بيوت لان انت لو لعبت طبعا هو الفكره ان احنا هنا بنلعب بالبلاستيك بقى بس بتفرق في الوزن بتفرق في الوزن وفي السرعه وفي الضرب يمكن يعني جانا ممكن تكلمنا عليه لان حصل لها كذا اصابه بسبب الاختلاف ازاي اللي حصل انا بيجي لي اصابات كتير جدا وبسبب كمان الريشه سرعتها مختلفه بلاستيك والطبيعي بلاستيك وطبيعي وبيجي لي حاجات بقى في كوعي وكتفي وحاجات كده طب انت بتلعبي الطبيعي في الماتشات يعني الاصابات دي بتحصل لك في الماتشات الدوليه يعني الماتشات اللي بتتلعب الطبيعي ممكن. عشان بتلاقي في فرق بين السرعات ولما بنرجع بقى تاني بنلعب ببلاستيك نرجع نلعب ببلاستيك عشان نبقى عندنا بطولات محليه فبيجي لي بقى تنس قلبه على طول كتفي مصاب دايما الف سلام عليك بس انت مع الخبره ان شاء الله تبقي زي احمد ودارت ادبت نفسك ازاي تلعبي بريشه دي وريشه دي طيب احنا طبعا عشان الاتحاد المصري يقدر يجيب الريشه الطبيعيه دي يعمل لكم منافسات بيها عايز ميزانيه لوحده اسمه ميزانيه الريشه بالظبط طبعا ده صعب قوي مع الاتحاد بيصارع عشان يوفر الموارد تبقى الامور صعبه فبيضطر يعمل لكم البديل عشان النشاط يستمر اللي هي البلاستيك هو البلاستيك فعلا طب المضرب سعره كام؟ يعني المضرب البروفيشنال اللي هو عشان نقدر نتكلم ان ولد يلعب بمضرب ينزل بيه منافسات في بطوله يعني لا يقل عن 1500 2000 ما بنتكلم في 100 دولار 100 دولار 110 دولار 120 دولار ممكن تكسر لك مضربين 3 في السنة يعني وارد صح؟ وارد بس يعني لو حد يعني ما بيحافظش على المضرب يعني المضرب برضو مكلف طيب والمضارب دي اوزان ولا زي السكواش كده بيبقى فيه 80 جرام 100 جرام 120 جرام احنا يعني غالبا معظم المضارب البروفيشنال بتتراوح ما بين 84 ل 85 جرام بلس اور ماينس 1 جرام يعني طب يعني برضو انا قريت تقارير انه لعبه الريشه الطائره اسرع لعبه في العاب المضرب بالرغم ان الريشه فيها حته معينه كده طبعا يعني اساتذتنا تبقى في الاول سريعه بعد الضربه وبعد كده تبطئ فازاي هي اسرع بس خلينا نسمع اجابه السؤال ده بعد الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل ونرجع نعرف مزيد عن اللعبه دي تابعونا هتعرفوا حاجات كتير لعل وعسى حد يكون بيتفرج علينا ويبقى نجم او يهتم باللعبه ونبقى ساهمنا في نشر اللعبه ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم جديد مكملين حوارنا مع ابطال افريقيا للريشه الطائره جانا اجيلك بتمرني كام تمرين في الاسبوع بتمرن كل يوم تقريبا الا الجمعه ما عدا ايه الجمعه
الجمعه بس، وبالتالي في اوقات بتتمرني كمان، يعني ممكن يبقى عندك ماتش تنزل الجمعه. وتمرينك بيبقى قد ايه؟ ساعتين تقريبا، ثلاث ساعات. ساعتين تقريبا حسب البطوله. امتى يعني؟ امتى وعدد الوقت بيروح ويجي، بيطيل او بيقصر على حسب التمرين. طب انت ابو حميد بتتمرن كام تمرين في الاسبوع؟ حاليا ولا عاده؟ لا احنا هنتكلم متوسط، يعني هنقول في العادي، وقبل البطولات بيبقى قد ايه؟ قبل البطولات متعرف عليه كل يوم. كل يوم؟ ويمكن انا عندي يعني مش عارف، انا نفسي اشكر الجزء الخاص بالشركه عندي، لان هم يعني بيتيحوا لي الفرصه ان انا اكيد. بس مش عارف انا اشكر اسامي، بس هم بيساعدوك. بس هم فعلا يعني ده انا ما كنتش متخيل ان ممكن الاقيه في مجال العمل يعني. بس هم فعلا يعني نشكرهم معاك، واقفين في ظهري يعني جدا. احنا بنضم صوتنا لصوتك، ومن اي حد بيساعد بطل على ان هو يبقى بطل بنشكره. بس خلينا على الهاتف. الانجاز ده لازم عشان يحصل، بيحصل من تخطيط جيد، بيحصل من ناس اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى، اشتغلت، انتقت اللاعبين، طبقت العدل. معانا الكابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد السابق بقى، واللي هو الحقيقه والد هذا الانجاز. اهلا بيك يا كابتن هشام. اهلا بيك كابتن هيثم، ازي حضرتك وازي ضيوفك اولادنا كابتن احمد وجانا، والف مبروك طبعا لينا كلنا، ومشكر جدا على المقدمه الجميله. لا ده حقك يا كابتن، وحضرتك يعني والد هذا الانجاز، واشتغلت 4 سنين تعبت فيهم، اخلصت النيه، ربنا كرمك. وكمان اللي انا عرفته ان حضرتك ما خدتش الانتخابات كمان اللي حصلت امبارح، واللي فاز بيها الكابتن علي حسب الله. طب ليه ما نزلتش الانتخابات يا كابتن؟ والله الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت دي انا زي ما حضرتك قلت اديت باخلاص، واديت وقت كتير قوي قوي للعبه وللاتحاد عشان نعمل الانجازات اللي حضرتك شايفها دي. فطبعا اثرت على عملي الخاص يعني، فانا قلت لا انا اشوف بس عملي وشغلي الفتره الجايه دي، لان انا اثرت معاه كتير قوي. فان شاء الله يبقى، وانا متواجد برضو، الواحد ممكن يشتغل من بره المنصب وجوه المنصب، اللي عايز يعمل حاجه اكيد هيعملها، مش لازم يكون ليه منصب بصراحه. بس الحمد لله يعني احنا متعاونين، والمجلس الجديد برضو متفائل بيه جدا، ومجموعه متميزه بصراحه، وانا واثق ان هيعملوا انجازات اكتر بكتير من اللي احنا عملناها ان شاء الله. كابتن هشام انا بهنيك الحقيقه، انا يعني سامعك بتتكلم وانا بهنيك، ويعني اتمنى حضرتك تتقبل مني كافه يعني او كل جوانب الاحترام والتقدير. حضرتك راجل امين مع نفسك، حضرتك بالرغم الانجاز اللي عملته كنت ممكن تحتفظ بالمنصب او بالكرسي، وما يفرقش معاك ان انت تديله وقت او ما تديلوش وقت. انا بهنيك يا كابتن على صراحتك وعلى امانتك. شكرا والله. طب كابتن انت اكيد قبلك صعوبات في خلال ال4 سنين اللي فاتوا، انت شايف الصعوبات دي ايه؟ على الاقل زي برشامه صغيره او زي يعني ميمو صغير هتقدمه للاتحاد اللي جاي بعد منك، ايه المشاكل اللي قابلتك؟ هو طبعا المشاكل ان احنا مش واخدين ان الرياضه يعني احنا واخدينها هوايه مش واخدينها احتراف. احنا لحد دلوقتي طبعا في العيشه الطايره واخدينها برضو كهوايه، لكن لازم يبقى تخللها شويه احترافيه في الاداء او في الاداره، بحيث ان انت لازم تعمل نظام يمشي عليه منتخبات. الاداره عندك في الاتحاد لازم تكون برضو على قد المسؤوليه والكفاءه، ان كميه البطولات اللي بتطلع لازم يكونوا في اتصالات وفي اجراءات، وبالذات بعد طبعا الاجراءات الجديده بالكوفيد 19 اللي احنا عدينا بيها السنتين اللي فاتوا دول، كان الاجراءات صعبه جدا، كان لازم يكون في متابعه دايمه للاداره وللمنتخبات والتدريبات والاجراءات اللي احنا المفروض بناخدها عشان نحمي اولادنا ونحمي كل اللي شغالين في المنظومه بتاعتنا. فأهم حاجه يكون عندك خطه، واهم حاجه يكون انت بتتابع الخطه، ويكون عندك صبر وعندك اخلاص في اللي انت بتعمله، بنوصل اكيد لنتائج زي ما حضرتك شايف كده، ويمكن ان شاء الله احسن الفتره الجايه. طب كابتن هشام حضرتك نجحت في الاتحاد الافريقي. الحمد لله. طيب من 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 واقع منصبك في الاتحاد الافريقي، هل في ما تقدمه لمصر؟ وكمان انا عارف ان حضرتك هتحتفظ بمنصبك جوه الاتحاد كممثل دولي، وده موجود في اغلب اللوائح ان اللي بيمثل مصر في الهيئات الرياضيه الدوليه بيحتفظ بمقعد في مجلس الاداره، بس الاهم هو منصبك في منظمه الاتحاد الافريقي، هل يعني عندك ما تقدمه لمصر من خلال منصبك ده؟ هو الحمد لله يمكن احمد قاعد معاك كمان، وكان عارف ان بطوله افريقيا اللي احنا خدنا فيها الميداليات والفوز دي كلها ما كانتش في ميعاد مناسب، لان كان عندنا في نفس الوقت ميعاد بطوله كاس العالم. فل
الاتحاد الافريقي كان مصمم يلعب البطوله في الميعاد اللي هي في نفس ميعاد الافريقيا اللي احنا مشاركين في بطوله العالم واحنا مشاركين في نفس المكان، فكناش هنشارك في بطوله افريقيا طبعا عشان احنا هنشارك في بطوله العالم. لكن وجودي في الاتحاد الافريقي في اول اجتماع كمان اللي هو كان لسه تعارف اعرضت في جدول ما يتقدم جدول اعمال تغيير ميعاد بطوله افريقيا، وده كان حاجه طبعا صدمت المجلس اللي معايا في افريقيا ان احنا اول اجتماع بدل ما يكون تعارف شغل على طول وتغيير في مواعيد، ودوله منظمه اعترضت طبعا في الاول لكن مع الاصرار وبينت لهم قد ايه مصر اهميتها ان احنا نلعب البطوله دي وازاي افريقيا تكون مش ممثله اذا كانت في كاس العالم، لو ما رحناش كاس العالم واحنا لعبنا افريقيا يعني اختار بين اثنين. فالحمد لله بعد نقاشات عنيفه جدا الحمد لله احنا قدرت ان انا اغير ميعاد البطوله، والناتج ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا يمكن معظم المراكز. سبع ميداليات ما شاء الله يا كابتن هشام، سبع ميداليات ربنا ومجهود من اولادنا طبعا والمدرب بتاعهم والاداره كلها ما شاء الله ومجلس اداره كامل يعني. يعني انت اوريدي من خلال منصبك في الاتحاد الافريقي قدمت لمصر يمكن هذا الانجاز، ما كان يحدث لولا تدخل حضرتك وشرحت وجهه نظرنا، خاصه ان مصر دوله ثقيله وانه عدم وجودها في اي بطوله طبعا بيفقد البطوله كثير من الوزن. فطبعا انت يعني اكيد قدمت خدمه كبيره جدا لبلدك مصر طبعا ان انت اجلت البطوله، وفي الاخر احنا كسبنا وحققنا انجاز كبير وتاريخ بيتضاف لنا. بصراحة يا كابتن هشام أنا أتمنى لك كل التوفيق، وأكيد لسه عند حضرتك كتير تقدمه لكرة كرة الريشة في مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري السابق للريشة الطائرة، ويعني أحد الكوادر الإدارية الناجحة والصريحة والأمينة مع نفسه اللي فضل ما ينزلش الانتخابات لما حس إن وقته مش هيكون كله للاتحاد. يمكن أجي لك يا أحمد، هل الفترة اللي فاتت شهدت معسكرات كتير، شهدت تجمعات أكتر، يعني حسيت إن أكيد الإنجاز ده ما جاش من فراغ؟ الانجاز يعني جه الفتره اللي فاتت دي احنا لعبنا بطولات فيما بعد التوقف بتاع الكورونا، كان عندنا الاولمبيكس طبعا الثلاثه المشاركين فيها كان الحمد لله لعبوا كذا بطوله قبل ما يسافروا الاولمبياد. بعد فتره الاولمبيكس كان احنا كمان كان عندنا الاداء بتاعنا عشان بطوله العالم اللي كانت في نفس ميعاد بطوله افريقيا بالظبط. ويمكن ده فعلا زي ما كابتن هشام قال ان احنا اول ما نزل الكالندر بتاعت الاتحاد الدولي لانه نزل بطولات كتير بمواعيد معدله بعد التوقف، فكان في بطولات كتير مؤجله منها بقى بطوله العالم دي وبطوله العالم بتاعت البنات اللي كانت في الدنمارك. وكان الاتحاد الافريقي اوريدي منزل ميعاده، فحصل ان الاثنين بقى اوفرلاب عليهم في نفس التوقيت. ويمكن زي ما كابتن هشام قال لحضرتك ووضح ان هو عرض ان احنا ما ينفعش مصر ما تبقاش موجوده في بطولة افريقيا. يعني انت كده بتتعمد ان مصر ما تشاركش لو انت عملت اصريت على الاول بالظبط، لو كان اصر، انما هو في الاول ما كانش يعرف لانه كان منزل الميعاد قبل ما الاتحاد الدولي يعلن عن. بس لو تعارض الاتحاد الدولي مع افريقيا لازم الافريقي هو يرجع في كلامه طبعا. الاقل كاتيجوري يعني هو اللي بيغير. وفي نفس الوقت ما كانش ينفع مصر ما تبقاش موجوده في بطولة العالم، لان احنا اول مره نتاهل عن افريقيا. فازاي افريقيا تتاهل؟ اول اجتماع بعد الانتخابات ده حقيقة فعلا بالظبط، ودخل على طول. مصلحه مصر ما تستناش ان الواحد ياجل، يا ريت كل الناس يعني ان شاء الله تبقى تاخد كابتن هشام قدوه انه يقدر يعني يحارب مصلحه مصر. طب جانا اجي لك، يعني خلينا نتكلم عن الفتره اللي فاتت. يمكن انت 17 سنه ما لحقتيش تشوفي برضو يعني امور كثيره، بس اكيد انت ليكي مثل اعلى، شايفه حد على المستوى المحلي شايفاه انت عايزه تكوني زيه؟ مين؟ كابتن هادي حسني طبعا. هادي حسني هي عضو في البرلمان، في كانت بتلعب ريشة طائرة؟ وهي كانت قدمت ان هي تكون رئيسة الاتحاد، راحت اولمبيكس كذا مرة. صدقني أول مرة أعرف المعلومة دي، أنا أعرف طبعاً إن كابتن نادية حسني، بس أول مرة أعرف إنها بتلعب ريشة طائرة. بتلعب ريشة طائرة؟ أنت 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 هي مثلك الأعلى، عايزة تبقى عضو في البرلمان كده يعني قدها ودود ليه لا؟ ان هي ناجحه ما شاء الله في رياضه ودراسه وما شاء الله يعني اكيد. طب انت اختك الكبيره لسه بتلعب؟ اختي بطلت، بس اختي برضو كانت بطله برضو. دخلت الجامعه؟ دخلت الجامعه، دخلت ابلايد ارتس جي سي. طب كويس ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب وتبقى احسن من احسن لاحسن. طب احمد خليني برضو اجي لك في ما هو قادم ان شاء الله. انت اكيد ليك بلان مع المنتخب وليك بلان مع المستوى الفردي طبعا. ايه البلان بتاعتك؟ احنا حاليا بعد بطوله افريقيا عندنا البطوله اللي جايه بطوله افريقيا للسنه الجديده بقى ان شاء الله، يمكن هي هتبقى في شهر 2
2 ده على طول بالظبط، هي لسه بس ما تحددش مكانها. هل ممكن مصر تستضيفها ولا صعب عشان لسه اتحاد جديد؟ لا مش صعب عشان اتحاد جديد، لان هي الصعوبه ان احنا لسه واخدين اخر بطوله قبل دي اللي هي 2020، فكان هيبقى صعب ان مصر تستضيف البطوله سنه وسنه. افريقيا الجزائر عشان بس اللي بعد. اتمنى ان ما تروحش الجزائر عشان ما يبقاش منافسه قوي. اتمنى ان احنا ما نروحش، لا لسبب ان احنا كان ماتش الفاينل يمكن احنا ما اتكلمناش عليه على البطوله اللي فاتت، كان ماتش صعب جدا. البطوله طبعا اجواءها كانت صعبه، لان احنا كنا بنلعب المنافس بتاعنا اللي هو الارض، صاحب الارض اللي هي اوغندا، وكانوا عاملين فعلا طفره. وهو منتخب الجزائر صحيح قاعد فرنسا على طول؟ دي حقيقه، بيتمرنوا قاعدين فيه وبيلعبوا في الليج هناك اللي هو الدوري هناك، الدوري الفرنسي. وكسبناهم 3-1 في الفاينل الحمد لله، ده كرم من ربنا يعني. صعوبة الماتش ما بين مصر وما بين الجزائر زي اي دولتين عربيتين، بيبقى الماتش واخد يعني في شويه عصبيه شويه بالظبط، بيبقى واخد اتجاه مختلف عن الرياضه شويه، بيبقى في العصبيه العربيه شويه. عادي مفيش مشاكل للاسف يعني، دي حلاوتها. الحمد لله ان الحلاوه دي ربنا كرمنا بيها. صعوبه الماتش ده ان احنا كنا البطوله في مصر الجزائر كسبت اللي هي كانت 2020. انت حكيت لي صح فعلا. فلما جينا نلعب الفاينل مع الجزائر كان في ناس جديده او اعضاء في اللعيبه جداد جايين من فرنسا احنا اول مره نشوفهم. ما كانش في، فكانوا مدعمين الفريق بناس احنا ما نعرفهمش، فيعني المنتخب اللي احنا نعرفه عارفين بيلعب ازاي، قاعد في فرنسا وبيتمرن في فرنسا. بيجيلك اشكال جديده طبعا او وجوه جديده، بيبقى الموضوع بيبقى اصعب، بيبقى اصعب بالظبط. معلش ابو حميد طبعا وقتنا انتهى، بس انا سعيد جدا بكلامك وبسعيد وبكتشف امور جديده لاول مره اسمعها ريشه الطائره. احمد صلاح وكابتن منتخب ريشه الطائره، بشكرك نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. جان هشام لاعبه منتخب مصر وطبعا الصعيده الواعده، بشكرك نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع ابطال افريقيا للكره او ريشه الطائره. معلش دايما تاخد واخد على الكره، بس ريشه الطائره لعبه تستحق الاهتمام، تابعوها وشوفوا اخبارها وهيبقى ليها مزيد من الاخبار معانا. بشكركم شكرا جزيلا، والحلقه الجديده مع الأبطال.